ست أنواع من أنواع الدهون الموجودة بالجسم. هاي الأنواع الستة، راح نبلش بجزء جزء هاي الأنواع الستة حتى نتخلص منها. نبدي بالنوع السادس اللي هو السمنة الجزء العلوي. هاي السمنة تصير بالجسم من يكون الأكل مالتنا مثل ما تشوفون أكثر من الحرق مالتنا، يعني يكون الأكل مالتنا أكثر مما نحرق، فيصير عندنا دهون بهاي المنطقة. فشلون راح نتخلص منها؟ نتخلص منها أنه نمارس الرياضة. لازم نمارس الرياضة حتى نتخلص من هاي الدهون المتراكمة بالجزء العلوي. نفس الوقت أنه نمشي على نظام، نبتعد من السكريات المصنعة، نبتعد من النمنمات، البيبسيات، يعني الدهون وما شابه. وإن شاء الله راح استمر وياكم ونبدي جزء جزء كل طريقة وشلون نخلصها منها. وتحياتي لكم، لا تنسى اكسب لور ولايك. تحياتي.